مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم التمر مقلي على الغاز. اول مره بعمل هيدي الطريقه ومنجربها مع بعض، بس قالوا لي كتير عنا طيبه وقلت لجربها انا وياكم. عنا اول شي جبنه موزاريلا وكمان تمر، عنا نفس الشي كوب بكوب. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بحط بالمقلايه حوالي ملعقه عم زبده. دوب الزبدة أول شي على الغاز، بس دابت الزبدة هلأ بحط التمر. شلت البزر النوى من التمر، وفينا نستعمل تمر جاهز، معجون التمر يكون جاهز. بدي نعم التمرات شوي. بستعمل ملعقة خشب أفضل. بس يسخن التمر بيصير عنا أسرع يتنعم. بس نعمت التمرات بهذه الطريقة على النار، هلأ أضيف عليهم الموزاريلا. خلطهم منيح مع بعض ليتجانسوا. بتمنى الفيديوهات اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم. اذا في اي ملاحظة على اي فيديو بتمنى بالكومنت تبعتولي. بتمنى جبنة تدوب تماما ويتجانسوا مع بعض. إذا حبيتوا بتضيفوا عليهم شوية ما زهر أو ما ورد، كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة. هيدي من الحلويات البسيطة وكتير سريعة، بتتحضر بوقت كتير صغير. نشوف كيف صارت مع الجبنة، شايفين؟ واو، صارت بهيدي طريقة بتمغط. خلصنا من طريقة التمر والجبنة، بدنا نعملهم كرات. نعملهم كرات بهيدا الشكل. الكرات الحجم الكرة انت بتعملوها بتتحكموا فيه. بعد هنو سخنين منشكلهم. اوكي، العجينة عم بتمغط مثل الجنافة. هيدي الكرة بهيدا الحجم بنعملها. كمان نفس الشي. تزين انتو مثل ما بتحبوا بتزينوا. انا رح حط جوز ولوز، حسب ما بتحبوا انتو بتزينوا. هيدا الحلو على فكرة من الافضل تتقدم سخنة شوي عشان الجبنة تكون دايبة. هيدا التمر اللي عملته انا وياكم، التمر المطبوخ لاول مرة بعملها، قالوا لي عنا كتير طيبة هيدي الحلو. بتمنى تجربوا الطريقة مثل ما انا جربتها، وان شاء الله بتنال اعجابكم. واعملوا شير ولايك للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.